سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. ان شاء الله تلقاكم لا فيديو تاعي كامل مهنيين وبصحه جيده. اليوم ما راحش نديرو جوله، اليوم جيت نبارطاجي معكم هاد العصاره تاع الحمضيات، عصاره تاع الليمون والبرتقال اللي لحقتني. كما تعرفوا البنات، هاد الايامات لا غريب راهي دايره حاله، ان شاء الله ربي يشفي كامل المؤمنين. ما كاش قد العصير الطبيعي تاع البرتقال ولا الليمون اللي يقوي المناعة ضد الكوفيد. وهاد الأيامات كما تعرفوا راهي الجائحة الرابعة، إن شاء الله ربي يبعدوا علينا، يبعد علينا هاد البلا. يعني ما كاش قد نعصروا القارص اللي هو بزاف مليح للمناعة. العصارة هذه البنات راح تساعدكم بزاف باش تعصروا الحمضيات سواء الليمون ولا البرتقال. العصارة هذه ماركة تاع ترك، موديل بزاف شباب. فاش مليحه هاد العصاره البنات؟ كيما راكم تشوفوا صغيره، اللي عندها ضيق في البوطاجي ما راح تشد لها بلاصه كبيره بزاف، ومنتو عمليه وخفيفه على الجيب تاني، يعني ماشي غاليه. اللي ما تقدرش تشري هذوك العصارات الكبار هذه راح تساعدها. اللي عندها العصاره اليدويه وحبت تعصر يعني كميه كبيره من الحمضيات متشينه ولا من القارص راح تعبها بزاف. ما كاش قد هاد العصاره البنات كهربائيه، يعني تم تسهل العمليه تاع العصير. نجربوها مع بعض. هذه كما كنت قلت لكم يعني ماركه تركيه، ماركه تاع ترك. استعمالها سهل بزاف، يعني تقدروا تستعملوها بكل سهوله. وكي تحبوا تغسلوها كيف كيف تقدروا هاوليك تنحو لها هاد لي بياس. كما راكم تشوفوا هنا تقدروا تستعملوا هاد الصغيره للقارص وهاد الكبيره تستعملوها للتشينه. حتى هاد الفتحات البنات يعني تقدروا تخلوهم هكذا مفتوحين مليح، تقدروا تغلقوهم شويه باش يهبط غير العصير، يعني كانكم راكم تصفوا فيه ما شاء الله. هذه اللي راح تهنيكم في الكوزينه في هاد لا بيريود تاع البرد والشتاء ولا غريب والكوفيد. ان شاء الله ربي يبعد علينا كامل الامراض. راح نجربوها مع بعض البنات باش نوري لكم شحال سهله باش تعصروا بها، خير من العصارات اللي يكونوا كبار ولا غاليين ولا يعني اللي ما تقدرش تشري عصاره كبيره وغاليه ما عليها غير بهاد العصاره. كما راكم تشوفوا لا مارك سامبو، هذه ماركه تركيه. الفاكهه تاعنا بيان سور نغسلوها مليح. والعصاره هذه البنات راهي بروموسيون، كانت 390 راهي 320. نوجدوها ونبداو نعصرو البنات. هاد العصاره لحقتني من محل كنت ديجا درت لكم جوله فيه، راح نخلي لكم مقطع صغير من المحل هكذا اللي حبت تروح تزورو وتشري هاد العصاره. واللي عندها فيسبوك راح نخلي لكم الرابط في اسفل هاد لا فيديو باش ديروا الطلب تاعكم، وراح نخلي لكم ارقام الهواتف بيان سور هكذا باش تتصلوا بهم. كما راكم تشوفوا انا راح نعصر تشينه، يعني راح نستعمل هاد الكبير، يعني ما عليكم غير تضغطوا ضغطه هكذا برك تمشي وحدها، ما تعبزوا لا قفله لا والو. هاي ليك راح تتحصلوا على عصير برتقال طبيعي 100%، يعني الجو تاعكم راح يكون ناتورال، ما كاش قد الحاجه الطبيعيه البنات. راح نخلي لكم البنات الرابط في صندوق الوصف، اللي ما تعرف صندوق الوصف تكليكي على العنوان الرابط باش تقدموا الطلب تاعكم، ونخلي لكم ارقام الهواتف
وحتى اللي ما عندهاش فيسبوك وحبت تروح للمحل تشري ديريكت تقدر تروح. نخلي لكم مقطع صغير من جولة في هذا المحل اللي راهو في الحامز مقابل لا ميزون سوناشي في الطريق اللي تكونوا رايحين لا ميزون تاع جيون. ديجا راني درت لكم جولة فيه، يعني عندها مدة حوالي 4 شهور هكذاك، وراح نزيد نخليها لكم في صندوق الوصف جولة مفصلة. المحل هذا عنده كامل واش تحتاجوا في الكتروميناجي، يعني راح تلقاو كلش عنده ما شاء الله. الجولة اللي راح نخليها لكم في صندوق الوصف تاني فيها كلش بليبخي، يعني بالأسعار بالتفصيل. كانت هذه لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش ديروا لي جيم لا فيديو، واللي اول مره تزور قناتي ما عليها غير تضغط على الزر الاحمر للاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد. راح نخليكم مع الجوله الخفيفه اللي في محل الاجهزه الكهرومنزليه بالحامز، وفرجه ممتعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حبات الرمال وأكثر، صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس، يا خير الأنام وأطهر، نفديك بالأرواح وهي رخيصة، ونحارب الغرب الدنيء الأغبر. صلى عليك الله في عليائه، ما صح داع للأذان وكبر. صلى عليك الله يا خير الورى، تعدد حبات الرمال وأكثر. صلى عليك الله السهول وبالجبال وبالقرى. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس، يا خير الأنام وأطهر، نفديك بالأرواح وهي رخيصة، ونحارب